اتفضل. مساء الخير يا استاذ وائل، كل سنه وحضرتك طيب والدكتور سمير صبري طيب. بمناسبه اعياد ثوره 25 يناير واعياد صمود جهاز الداخليه الوطني قدام المحتل الانجليزي سنه 52، انا مش عارف تعريف حضرتك لحريه الابداع ايه وتعريف الدكتور سمير صبري لحريه الابداع ايه، بس منطقي جدا ان حريه الابداع ملهاش تعريف في القانون وملهاش تعريف في الدستور، ولكن كل اللي نفهمه كويس ان الدستور بيحمي هذه الحريه، والمتيقن لدي ان حريه الابداع دي حاجه غير خاضعه لتعريف. انا عندي سؤالين للدكتور سمير صبري وهو استاذنا وهو محامي زميل، يعني انه من حق حضرتك انك تقدم بلاغ نيابه عن الداخليه في قضيه اهانه موظف عام او ما الى ذلك، لانه ده شيء غير قانوني واحنا نعلم انه المحاكم دايما بترفضه. الشيء الاخر انه انا مستغرب انه الدكتور سمير قاعد متابع تويتات والستيتس بتاعت اتنين شباب هو بيقول عنهم صغيرين. ثالثا انه احنا امبارح طول اليوم بنشوف على صفحات منسوبة لجهاز الشرطة المصرية جمل من قبيل هو الثوار فين عايزين نتسلى ومش عارف ايه حاجات بالشكل ده، وانا مش فاهم الجمل دي ما استفزتش الدكتور سمير ليه، بس دي وجهات نظر حد عنده استاذ مالي. ما هي وجهات نظر، ما انا بكلم حضرتك من وجهه نظر، انا بقول يعني لو واحد فيهم مثلا طلع واقي ذاكري مثلا وقال احنا مش فاهم هو الواقي الذاكري ده ايه العيب فيه يا استاذ وائل، ده منتج تابع لشركه ديوركس بيتسوق له على التلفزيون المصري وعلى الفيسبوك وعلى الانترنت وفي كل حته في الدنيا على فكره، يعني انت شايف استخدام الواقي الذاكري للتعبير عن وجهات النظر ده طبيعي؟ لا ده مش تعبير عن وجهه نظر ولا حاجه، يعني انا بقول لحضرتك انه فكره الواقي الذكري نفسها في حد ذاتها مش عيب، يعني نحدث معلوماتنا ونتفرج اكتر على التلفزيون ونشوف البرامج اللي بتتكلم عن العلاقات الجنسيه والتلفزيونات والفيديوهات اللي مليانه بوس ومليانه احضان ومش عارف ايه، وبعد كده نتكلم عن تعريف خدش الحياه، بس اللي بقوله لحضرتك انه عيب انه الدوله المصريه بعرقاتها وبال 90 مليون المواطن اللي فيها تبقى منقلبه ما بين يوم وليله على اتنين شباب صغيرين قرروا ان هم يعبروا عن وجهه نظرهم بمقلب ساخر، بنكته، بكلمتين، بجملتين، بموقف وما الى ذلك. فالدكتور سمير بيناشد النائب العام وبيناشد الداخليه ومش عارف ايه، يا دكتور سمير احنا عندنا حاجات اشد من كده، احنا دوله بتحارب الارهاب، احمد ربنا ان احنا عندنا شباب ما زالوا متمسكين بخفه روحهم، ما زالوا متمسكين بخفه دمهم، ما زالوا متمسكين بسلميتهم في مواجهه اي انتهاكات ممكن يبقوا هم شايفينها انتهاكات وحضرتك مش شايفها انتهاكات، هذه واحد. طب انا ارد، انا عايز ارد. اتفضل استاذ وائل. اتفضل. طيب الشيء الاخر اللي انا عايز الفت نظر او الفت نظر حضرتك والدكتور سمير لي انه لدينا دستور مصري ما بيعاقبش المصريين على افعالهم السلميه ولا على افعالهم التي لا تحمل تحريضا ضد اي جهاز من اجهزه الدوله ولا على افعالهم التي تحمل انتقاصا لهيبه القانون، في قانون في النهايه بيتطبق ما بينه وما بين حضرتك، فما فيش داعي انه حضرتك تطلع على التلفزيون وتقعد تجلد في عيلين، واحد فيهم عنده 20 سنه والتاني عنده 19 سنه تمام وتهددهم في مستقبلهم ومش عارف ايه حاجات بالشكل ده، لانه ده موضوع محله المحاكم، واهلا وسهلا بحضرتك في المحاكم، بس مش اهلا وسهلا بحضرتك على التلفزيون تقدر توجه الراي العام يمينا وتوجه الراي العام يسارا. والثالثه يا 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 استاذ وائل انه في الواقع يعني انا مستغرب، احنا مشاكلنا اكبر من كده بكتير، احنا عندنا مشاكل ليها علاقه بالتعذيب، ليها علاقه بالانتهاكات الجنسيه في مقرات الاحتجاز. عندنا مشاكل ليها علاقة بانتهاكات جهاز الشرطة نفسه التي لم ينكرها التي لم تنكرها وزارة الداخلية. طيب نحقق في الحاجات دي كلها تمام ونشوف الكلام ده كله وبعدين نشوف مين بيتريق ومين بيقول جد ومين بيقول هزار. أما الترصد لشابين في مقتبل العمر وضياع مستقبلهم وتجيش الدولة كلها بأجهزتها وإعلامها وقضائها ونيابتها وشرطتها ضدهم، ده شيء غير مقبول وده شيء يحمل معنى الإرهاب الفكري، هذه واحدة. الرابعة بقى يا أستاذ وائل إنه كل تلفزيونات العالم وكل برامج العالم وحضرتك إعلامي مهني وحضرتك على اطلاع بمتطورات الإعلام عندها برامج من هذا القبيل، في برنامج اسمه جانجز، في برنامج اسمه كوميدي سنترال، في برنامج اسمه بوني تي في في كينيا، كل البرامج دي مهمتها إن هي تتريق على أداء أجهزة الشرطة أو تتريق على ما إلى ذلك. الحاجة الخامسة اللي أنا مش فاهم إن الدكتور سمير
انه المواطن المصري لما يلبس بدله سوداء وخوذه يبقى بالنسبه له مواطن مصري وله كرامه وله حقوق، بس المواطن ده لما يقابله اي برنامج من برامج الاعلاميه زي برنامج ابله فهيتا ولا برنامج مذيع الشارع اللي بترعاه شركه دوت مصر، لما يقابل مواطن مصري ويستغل جهله ويستغل فقره ويستغل محدوديه معلوماته ويتريق عليه ويضحك امه لا اله الا الله عليه، ده لا يسترعى انتباه الدكتور سمير وما يستدعيش انتباهه وما يسترعيش انتباهه في الدفاع. طيب خلينا عشان بس النقط ما تتوهش وانت معانا يعني هتعلق خمس نقط اقول لو الدكتور سمير بيدون عند حضرتك يرد عليا. انا بقول لحضرتك طيب. انه اللي لابس بدله سوداء وخوذه ده خلاص بقى مواطن مصري، ولما قلعهم ونقابله في الشارع ونتريق عليه ونمسخر بيه الارض ونضحك امه لا اله الا الله عليه ده ما بقاش مواطن مصري. طيب استاذ سمير اتفضل. اولا فيما يتعلق بانني تقدمت ببلاغ نيابه عن وزاره الداخليه ابعد ما يكون عن صحيح الواقع، انا تقدمت بلاغ باسمي الشخصي وعن نفسي ووزاره الداخليه زي ما هو ما قطعكش يا استاذ ووزاره الداخليه لها الجهاز القانوني تستطيع ان تتقدم بما شاءت من بلاغات، ولكن انا تقدمت بهذا البلاغ لان انا اعتبر ان الاسفاف والقذارة اللي انت بتدافع عنها النهاردة وبتكلمني على شابين ايه وقلة ادب ايه، هم دول نموذج للشباب اللي انت طالع تدافع لي عنه. شاب جايب لي بتاع زكري وطالع بيه حط يفرجه على الفيديو كليب ويتحدى بالشرطة ويخرج للشرطة ببالونات عامل تمويه عن القذارة على انها بالونة ويقدمها للعساكر، وجاي دلوقتي تدافع لي تقول لي شابين صغيرين؟ دول شابين عايزين يتربوا، ولو كان الشابين دول دخلوا الجيش وتعاملوا زي ما احنا شفنا داخل الجيش كان احترموا العسكري. أبلة فهيتة ايه؟ اتكلمني عن أبلة فضيلة، كنا بنشوف الاول أبلة فضيلة دلوقتي بنشوف أبلة فهيتة. أبلة فهيتة ده كمين للأطفال بيطلعها عروسة هبلة يحطوها على الشاشة عشان تقل أدبها والأطفال يتقلهم ده عروسة لعبة ويقعدوا يتفرجوا عليها، نازلين يسخروا من جنود واقفين يحميهم ويأمنوهم، دول نايمين تحت البطاطين دلوقتي والناس دي واقفة في الشوارع واقفة في البرد واقفة في المطر في التلج، وانت قاعد جوه بيتك دلوقتي يا اما قاعد جنب الدفاية يا اما لابس ثقيل عشان تدافع عن اتنين. انا بعتبر الاتنين دول من اكبر المجرمين، لا تحدثني عن ان هناك قضايا اكبر من كده يا استاذ سمير. بذرة القضايا الكبيرة هي مثل هذه القاذورات، تبدأ منها القضايا الكبيرة من القاذورات اللي انت طالع تشجعها وتقول لي دي حقوق. اي دستور يسمح للمواطن ان يتعدى على جسد الدولة ويتطاول على اجهزة شرطية جاي تقول لي الدستور؟ هات لي نص في الدستور يسمح بان شاب زي ده يطلع يعمل القاذورات دي على الشاشات عشان تشوفها امك وتشوفها امي وتشوفها بنتي، تشوف ايه الغطاء الواقي ده ويسألوك يعني ايه غطاء واقي اطفال صغيرة جاي بتدافع لي على ايه؟ هو بس حركة نشاز بيطلع مع قولة الحق بتدافع لي على مين؟ مين ده؟ يعني مين ده؟ ده واحد خد دوره وخد وضعه. سيادة اللواء اتفضل عشان بس تبقى اتفضل. الاخ مالك بيقول انه بيدافع او بيعبر عن رأيه، ايه التعبير هنا؟ واحد رايح بيعيد في عيد بيقول لهم كل سنة وانتم طيبين، يقدم هذا الزفت الواقي وتقول لي ان ده بيعبر عن رأيه؟ يعبر عن رأيه زي انت لما اتكلمت دلوقتي بتعبر عن رأيك، لكن لم تمس الناحية الجنسية، لم تمس العيب. عبر، اطلع بره في الفضائيات وقول الشرطة بتنتهك، الشرطة بتعمل، لكن يروح ويقدم هذه القذارة وتقول لي انه بيعبر عن رأيه؟ وبعدين ايه شابين يعني؟ مش ده فنان؟ هو لما بيروح وبيقدم فن وعشرين سنة هو النهاردة فوق القانون؟ يعني لو ارتكب اي جناية اي جريمة لا يعاقب يا استاذ يا محامي وتقول لي شابين ايه؟ ايه السفالة ان واحد يروح للشرطة ويقدم واقي ذكر ويقول لهم هدية الشعب ليكم؟ هي دي المعايدة؟ هي دي الأخلاق؟ هو ده الأدب؟ الله يا أخي بلاش قانون، الأخلاق لها قانون عرفي تعودنا عليه، عندنا عاداتنا وتقاليدنا. أجي لك أنا
لأي واحد بيعيد عليه، أروح أعيد على واحد مسيحي مثلا في عيده، أقدم له الصليب عليه أي حاجة تانية صورة كده ولا كده، وتقول لي بيعبر عن رأيه؟ إيه أنا مندهش ده؟ إزاي بتشجع على حاجة زي كده وأنت رب القانون؟ الأستاذ مالك عدلي بندهش إن هو أحن على الاتنين دول من أبو أحمد مالك. أبو أحمد مالك ظهر في البرامج اليوم وبرجولة وبفروسية استنكر اعتذر اللي عمله ابنه، وقال واعتذر للكافة بالزبط، وقال ان ده عقوق القناة، عقوق الوطن، هو عقوق الوالدين. انا عايز اسألك على حاجة، الاستاذ مالك طالع بيدافع عنه على اعتبار ان هو احن عليه من ابوه، ابوه اللي رباه استنكر ما فعله ابنه. انا هقولك على حاجة، يبدو ان الاستاذ مالك ما دخلش على الفيسبوك وشاف التعليقات الناس كلها ايه. الناس كلها بتستنكر. على فكرة انا اتصلت بيا ناس كتير جدا من الاهالي، مش مفيش ضابط اتصل بيا بيستنكروا. تطلع تدافع عن حاجة عيب، احنا فين احنا؟ وتقول في الاجانب بيعملوا مش عارف ايه وايه 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 وايه، عيب. ده انا عايز اقولك على حاجة يا استاذ، ده المعدة ورئيس التحرير في البرنامج ده وهي بتكلمني وبقول لها احكي لي، قالت لي ما اعرفش احكي لك. اقول ايه؟ جابت واحد راجل قالت لي قول لي سياده اللواء ايه اللي حصل، لان في حياء، الحياء، الادب، الخجل. اقدم واقي زكري ليه؟ طب ما تقدم ورده، عبر عن رايك، روح اشتم في الشرطه يا سيدي في اي حاجه، اكتب في الصحافه، اطلع على الشاشات واشتم. وبعدين تلوم الاستاذ سمير انه جه هنا علشان التلفزيون؟ هو الاستاذ سمير مثلا قال لهم والنبي تعالوا عشان اقول ايه الكلام ده؟ واجب عليه انه يقدم بلاغ، وواجب عليه انه يقول. طيب هو بس عشان نبقى ما بنطلعش، انا بقول لك لا، دي حريه تعبير وبتحصل في وسائل الاعلام الغربيه. اعبر انا، ما انا قلت ما فيش مانع انه يعبر. عاوز يعبر عن ايه؟ عن عن الشرطه، عن قمع الشرطه، اطلع قول. ما طب ما بيقول كده. لكن هل حريه التعبير يا استاذ وائل ان انا اقدم وقت زكري في عيد واقول له كل سنه وانت طيب؟ وبعدين الشعب اهو، هديت الشعب ليكم؟ لا يا حبيبي، الشعب احتفل بالشرطة صح، والشعب عرف قدر الشرطة صح، والشعب اللي بيدي المعلومات للشرطة في كل ضربات الاستباقية صح. انت اللي في غفلة وانت اللي مش عارف حاجة. تقول لي حرية التعبير شابين ده طب واحمد بدير مش فنان؟ عمل ايه في المداخلة مع الاستاذ وائل؟ استنكر. القناة نفسها اعتذرت واستنكرت. ايه ده؟ طيب استاذ مالك، عشان بس تبقى بتعقب، وعندنا هنشوف يا جماعة في بعض بس الرسائل كده قبل ما تعقب. انا اخو مجند من اللي ظهر في الفيديو عايز اعمل مداخلة، كلموه. للأسف يا استاذ وائل بعد كل ده يا اما يتم الصلح او عقاب هايف، لا يوجد قانون رادع. أنا علي عبد النعيم أمين، صندوق المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان. طيب من فضل حضرتك، ده مشكلة. والله بنتي سألتني عن الواقي ما عرفتش أقول لها إيه. طبعا قلت لها ده بلونة. تسأل أستاذ مالك بقى عشان يقول لها. أنا عايز أعرف هيقول لها إيه. أنا محمد من المنصورة عايز أعمل مداخلة، كلموه يا جماعة عشان الناس بس طيب أستاذ مالك لغاية بس ما نشوف أستاذ مالك عدل، اتفضل. طيب أولا يا أستاذ وائل، أنا محامي وأنا مواطن مصري، تمام؟ وأنا كمان حريص على أجهزة الدولة المصرية وإن هي تفضل تأدي دورها. بس نظرية الجلد بدون مبرر دي ما تنفعش، خاصة لو حضرتك مستضيف رجال قانون سعادة اللواء والاستاذ الدكتور سمير صبري، يجب ان ينتظروا ما ستسفر عنه النيابه او كلمه المحكمه. اما انهم يحاولوا يشكلوا راي عام ضد الموضوع بمنطق انه والله الواقي الزكري، وانا مصمم والله العظيم يا استاذ وائل اسمه واقي زكري، بيتروج له في التلفزيون وعلى الفيسبوك وعلى تويتر وعلى الانترنت، وكل البشر يعرفوه حاجه كده زي حبوب منع الحمل، فدي مش حاجه خدشه للحياه قوي، بس عشان يعني ايه ما نكبرش الموضوع. لما بقارن بيننا وبين دول لا اخرى لا 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 استنى بس استنى استاذ مالك بس لحضرتك بس اكمل الجمله. طيب بس انا عايز يعني بس افتح حسين يعني مش خدشه للحياه يعني
لما بنروح يعني انت ينفع تطلع بيها يعني ينفع ممكن تبقى ضيف معايا كده وتقعد تطلع بالواقل ذاكر في برنامج يعني يا استاذ وائل؟ اكيد لا، ده مش يعني مش مطروح، بس انا بقول لحضرتك طيب انه دي مش حاجه خدش الحياه قوي، لانه دي وسيله طبيه، دي وسيله طبيه لتنظيم الاسره. اصل يا استاذ وائل يعني مش انا ما بخترعش، وحتى اللي بيعمل اعلانات تنظيم الاسره شفت حد طلع لك بيعمل شفنا يا استاذ وائل، وانا ممكن ابعت لحضرتك الاعلانات يعني لو حضرتك عندك استعداد تسمعني، بس انا بكلم حضرتك فيه مش دي النقطه يا استاذ وائل. ما فيش وسيله تانيه للهديه غير ده؟ احنا رجال قانون، احنا رجال قانون. لا احنا رجال قانون. النبي عاوز يرد عليا في السؤال ده يا استاذ مالك، انا بسالك سؤال ترد عليا لو سمحت. اتفضل يا دكتور. الم تكن هناك وسيله اخرى عشان يعبر بها او يهدي بها غير هذا الوقي؟ والله يعني هو رايح يعترض ولا يهزق الشرطه؟ طيب انا مش شغلي هنا حضرتك ان انا التمس لهم بدائل اخرى، انا بتكلم كمحامي وكمحامي منصف منتظر راي القضاء ومنتظر راي النيابه. انا بقول لحضرتك انه الكلام اللي حضرتك بتقوله ده بيحمل الموضوع اكثر مما يحتمل، انه حضرتك تفترض انه دي اساءه وانه دي اهانه ومش عارف ايه. انا ممكن ببساطه ارد لحضرتك اقول لك انه السنه اللي فاتت زي النهارده اللي راح يقدم ورد للشرطه اتقتل، الشهيده شيماء الصباغ رحمه الله عليها يعني على فكره، بس انا مش عايز اقول كده عشان الضابط يتحاسب. والظابط اتحكم واتحبس. خلاص يبقى انت زعلان ليه لما اللي بيقدم وقت ذكري بيتحاسب يعني؟ مش عايز اقول لحضرتك ان انا عايز ابقى يبقى انت زعلان ليه من اللي بيقدم وقت ذكري؟ مين قال لك ان انا زعلان؟ مين قال لك ان انا زعلان؟ وانت انت متخيل يا استاذ مالك ان انت بتقول عندنا قضايا اهم، عندنا ارهاب. خليني اسالك بس سؤال، متخيل انه ضابط الشرطه اللي بيواجه الارهاب ده لما يلاقي في النهايه مشهد بيتم تداوله بالشكل ده سخريه بيه هيواجه الارهاب ولا؟ طيب ممكن اقول لحضرتك على مثل بسيط وسريع كده؟ ممكن اقول لحضرتك على مثل بسيط وسريع كده؟ اتفضل. ولا ايه؟ كينيا بتواجه الارهاب ولا ما بتواجهش الارهاب؟ مين؟ في ايه؟ بوكو حرام، كينيا بوكو حرام وتفجيرات وناس بتموت بالمئات وحاجات بالشكل ده، بيواجهوا الارهاب ولا ما بيواجهوش الارهاب؟ بيواجهوا الارهاب. دي دوله ناميه زينا ولا مش دوله ناميه زينا يا استاذ وائل؟ عندهم برنامج اسمه باني تي في، بي يو ان اي دوت تي في، ده البرنامج ده اصلا قائم على السخريه من اداءات رجال الشرطه هناك. شغلانه يعني هو ده كل اللي انت واخده من نيجيريا يا استاذ وائل؟ دي حاجه اسمها حريه ابداع، دي حاجه اسمها حريه تعبير. لا انت مش شايف انه انت شايف ان المقطع ده حريه ابداع؟ انا شايفه طبعا حريه ابداع، وشايف انه لو النائب العام او القضاء المصري شايف انه ده مش حريه ابداع، القضاء المصري هو اللي اتكلم والنائب العام هو اللي اتكلم، ان احنا انما احنا في جزء بقى متعلق بالمناقشه، واحنا هنا منصه قضاء يعني. انا بقول لحضرتك احنا مش منصه، لا حضرتك منصه قضاء ولا انا منصه قضاء، انت مستضيفني باعتباري محامي ولا مستضيفني باعتباري حد تاني؟ طب يعني انت بتعتبر انه المقطع ده حضرتك انه قانونا؟ انا لما حريه ابداع عن الشباب دول هقول قدام المحكمه ان دي حريه ابداع، خاصه وانه واحد من الشباب دول قال انه ده جزء من حلقه تجريبيه من برنامج كوميدي اجتماعي ساخر عايز يقدمه، خلاص نسيب له الفرصه يقدمه، عجب المشاهد عجبه، ما عجبوش ما عجبوش، بس فكره الجلد وانه احنا نحط الشرطه المصريه كلها وجهاز الداخليه المصري كله قدام كاندم يا استاذ وائل ده عيب، هي دي الاهانه للداخليه. لكن الكاندم نفسه مش عيب يعني الداخليه الكاندم نفسه مش عيب. لا مش عيب يا استاذ وائل، وده بيتذاع ومعروف في التلفزيون ولحضرتي ولحضرتك وللدكتور سمير ولضيفك سياده اللواء وكل البشر في مصر، بس اللي بقوله لحضرتك ان انت تحط سمعه جهاز الداخليه وكرامه جهاز الداخليه قصاد كندم قصاد واقي زكري، دي اللي اسمها اهانه لوزاره الداخليه، دي اللي اسمها اهانه لجهاز الداخليه. ما ينفعش نكبر الحاجات بالشكل ده يا استاذ وائل، احنا اكبر استاذ مالك يا استاذ مالك، عندنا اعلاميين. هكمل لحضرتك بس لا بس والنبي استنى، انا عايز اسالك سؤال انا عايز اسالك سؤال، في عيد ميلادك ممكن بنتك تجيب لك هديه واقي زكري في عيد ميلادك؟ والله ما هزعل، مش هزعل والله. مش هتزعل؟ معلش انت بقى ده حاجه تانية بقى، خلاص بقى. لو بنتي مش قاصر وتفهم الحاجات دي يعني ايه، انا مش هزعل. ده بنتك اللي هتجيب لك البتاع ده وانت فرحان بيه خلاص. حضرتك جيل وانا جيل يا دكتور سمير، انا بس بكمل لحضرتك ان احنا عندنا حالات يعني انتهاك للاعراض، بس مكالمات خاصه بس ده اللي هو مجد البسوني بيكلمك على التلفزيون، ليه ما اتعملش عليها الضجه دي كلها؟ ليه على الشباب دول يعني؟ عشان هم يعني ضلعهم طري شويه يا دكتور سمير فنيجي عليهم، ولا احنا ممكن نقدر نقوم مجتمعنا؟ ولما طيب بالأحلام عشان بس الاستاذ من الاعلاميين الكبار يا استاذ مالك يا استاذ مالك، صور جنسيه خاصه يا دكتور سمير ما قدمتش ضدهم بلاغات ليه؟ اللي باع صور جنسيه خاصه ونسبها للمخرج خالد يوسف ما قدمتش ضده بلغات ليه؟ اشمعنى العيال دي يا دكتور سمير؟ يا استاذ مالك انت مش عارف حاجه، انت بتتكلم دفاع في الباطل. لا انا بابا لما تقول لي عيال عضلها خفيف
هيلعب مع رفيع. انا ما بسمعش عن بكر يا دكتور سمير. القذارة اللي بتقدمه ده ما يقدموش عيل عظمه ضعيف، القذارة دي يقدمها عيل متدني الاخلاق. فلما تقول لي عيل عظمه ضعيف انت مش عارف انت بتتكلم وخلاص. بس انا عايز اعرفك دقيقة واحدة، دقيقة واحدة، انا مقدم البلاغات كل ضد الفساد، كل ضد كل التدني، انا تعبان في كل البلاغات دي اللي انت قاعد تحت اللحاف تدافع لي عن اتنين ارتكبوا جرائم في حق سمعه مصر وفي حق شرطه مصر. دكتور سمير احنا مش عطليه، عيب اللي حضرتك بتقوله ده، عيب ده، عيب اللي انت بتقوله، عيب اللي انت طالع تدافع لي تقول لي الكندم ومش الكندم وبره وجوه والاجانب، الاجانب مفيش الكلام ده. لا انا كل اللي عايز اقوله لحضرتك ان حضرتك في اعلامي شهير طلع بس صور جنسيه خاصه على التلفزيون تجرح بقى مشاعري ومشاعرك ومشاعر بنتي وبنتك ومراتي وقامت الدنيا ولم تقعد. والمخرج الدكتور سمير ما قدمش ضده بلاغ وما قالش الكلمتين دول، كان نفسي يقول الكلمتين دول. الدكتور سمير ليه عريضه واخدها من بحث المنظمه العفو الدوليه في الدفاع عن عبد الرحيم علي، وانا اسف لذكر الاسم يعني النائب عبد الرحيم علي، لما كان بينتهك الاعراض وبيذيع مكالمات خاصه بالمواطنين واخد عريضه عن حريه التعبير من بحث المنظمه العفو الدوليه. هو احنا يا جماعه عشان محامين يعني نقدر نطوع قانون ونجيب الكلام يبقى في ناحيتنا المره دي وفي ناحيتنا المره الجايه؟ صحش كده سلك بالله اللي انت بتقوله ده ابعد ما يكون عن تعليم المحامي، ابعد ما يكون انك تدافع عن الفساد، تدافع على اهانه اجهزه الدوله، تدافع على اهانه شرطه وضباط وجنود، جنود واقفين هو مين بلدك اول؟ هو مين بلدك استاذ مالك؟ انا عمري ما دافعت عن فساد.